استفسارات يا شيخ. مرحبا بك وباستفساراتك، من أظنك من المغرب. نعم يا شيخ نعم. الله يبارك فيك، تفضل. من أتيه خلق السماوات والأرض. شكرا يا شيخ. مثل ما في قول حديث عبدي يكره الموت وأنا أكره مساءته. أيوة، حديثه أخرجه البخاري من طريق خالد بن مخلد القطواني بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذ بي لأعيذن، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي في قبض عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. هذا الحديث أخرجه البخاري وفي سند خالد بن مخلد القطواني. قال الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال: لولا هيبة الجامع الصحيح لعدوه في منكرات خالد بن مخلد. وفي سندي أظن محمد بن عثمان بن كرامة أو شريك، يعني في السند أكثر من وجه للضعف، لكن أقول مقولة الذهبي: لولا هيبة الجامع الصحيح لعدوه في منكرات خالد بن مخلد.